انه اهميه المسلسل هي مناقشه القضيه بتاعه الاموال بتاعه الاولاد اللي توفى ابوهم او بشكل عام الاولاد اليتامى. الولايه في هذه الاموال بتذهب لمين؟ هل هتذهب للجد؟ تذهب للعم في حال وفاه الجد؟ ولا تذهب للام؟ انت عارف المساله بالظبط عامله كده زي فكره الوصايه، يعني اذا حصل حاجه فبتبقى الوصايه للجده ام الاب مش للام. في حواديت بتبقى موجوده او بعض التفاصيل بتبقى موجوده داخل المنظومه التشريعيه بتاعتنا. اعتقد ان في كتير منها اصبح في ضروره حقيقيه وملحه لتغييرها. بس خلوني هنا اتكلم على مساله الولايه على اموال الاطفال الايتام. النائبه ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ معانا على التليفون. ازيك يا سياده النائبه؟ ازيك يا سياده النائب، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ عامل ايه؟ والله كنا بنتكلم على مسلسل تحت الوصايه وعلى اهميه القضيه اللي بيتناولها هذا المسلسل، ولقينا انه هيحصل يعني بعض التحركات داخل القبه البرلمانيه المصريه، وعادة هتبقى بغرفتيها. بس خليني أفهم منك شكل التحرك اللي ممكن يحصل أو التعديل اللي ممكن يطرأ على مواد القانون إيه؟ طبعا أنا في البداية حابة أن أنا أتوجه للشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدراما المميزة اللي قدمتها خلال شهر رمضان الحالي، زي مسلسل الكتيبة 101 اللي بيقدم بطولات القوات المسلحة، ومسلسل حرب، ومسلسل الإمام الشافعي اللي هي الدراما الدينية اللي اختفت عن الشاشة لفترات طويلة، وطبعا أخيرا تحت الوصاية، واللي هو بيناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابل المرأة الأرملة اللي بيموت زوجها وبيسبب ليها في مشاكل كتير لان الوصايه بتتنقل للجد او العم. وطبعا ممكن الجد يبقى رجل كبير جدا مسن، وفي نفس الوقت برضه العم اوقات بيبقى مسيطر عليها بصفه قويه جدا. وطبعا مشاكل البيروقراطيه اللي بتقابلها في المجلس الحربي انها عشان تصرف اي شيء. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان المراه ترث الام، وده مش كافي ان هو ممكن يعيشها على نفس المستوى اللي هي فيه، وبتتبهدل في يعني انها تاخد حقها وحق اولادها، وده بيأثر على الاولاد دايركتلي، وبيأثر على تربيتهم وعلى نفسيتهم ونفسية الام. وده شيء انا افكر ان الام اكثر واحده او اكثر حد ممكن يحس باولاده، لان هي اللي بتربي، وهي يعني انا بعتبر ان الام دي عمود البيت واساس البيت. طبعا الاب شيء مهم جدا طبعا، بس الام هي اللي بتربي. صحيح. يعني هي اللي بتحس باولادها، هي اللي بتشوفهم، هي اللي بتراعيهم، هي اللي عارفاهم وحافظاهم. فازاي حد من بره يجي يبقى وصي عليهم وهي تفضل تتبهدل عشان تقدر تصرف عليهم؟ فطبعا لما القضيه دي اتصارت تحت الوصايه انا بصراحه فكرت ان ادور وراء القانون، لقيت القانون بتاع الوصايه ده من 52، يعني بقاله 70 سنه. فتخيل حضرتك 70 سنه الدنيا اتغيرت قد ايه، واحنا عددنا زاد قد ايه، والمفاهيم الحياه اتغيرت خالص يعني عند المصريين كلهم افتكر يعني. فدي قضية مهمة جدا لازم تدرس. وحاليا يعني أنا بحاول أدرس قوانين وأدرس مع الجهات المختصة بالقوانين دي زي الأزهر الإسلامي، نشوف الشريعة بتقول إيه في الحالات اللي زي دي، ونقدر نطلع بحاجة تواكب العصر اللي إحنا عايشين فيه عشان الأمة ما تعانيش الأمرين، وهي اوريدي يعني ام يعني جت عليها الدنيا والحياه وفي امتحان شديد من ربنا ان جوزها مشي بدري وساب لها طفلين. فيعني افتكر ان هي قضيه يعني تستحق ان احنا نبص عليها زي بالظبط الاحوال الشخصيه. صحيح، انا اتفق معاكي جدا. طب هل حصل اي مناقشات ما بينكم وبين مجموعه من الزملاء النواب في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب؟ لا اكيد طبعا حصل مناقشه ما بيني وما بين ناس كتير اول ما نزلت الخبر لدعمي
للمسلسل ولتبني القضيه دي. وناويين ان احنا نعمل في الهيئه البرلمانيه اللي تخص الحس حزب الشعب الجمهوري ان احنا نقعد وناخد اراء الناس كلها، وناخد طبعا الهيئه البرلمانيه من النواب علشان ندعم بقوه ان احنا نغير او ندرس ازاي نقدر نغير القانون بتاع سنه 52 للوصايه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا سياده النائبه، الف الف شكر ليكي. شكرا لسياده النائبه ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ. بالمناسبه دي برضو هنا ده تقدر تقول عليه ملمح ايجابي مهم قوي، يعني ملمح ايجابي ليه؟ لانه هنا هي فكره التفاعل ما بين النواب، ما بين الدراما اللي بتقدم، ما بين القضايا اللي بتبقى مطروحه جوه المجتمع وما الى ذلك، للوصول دايما الى حلول وللوصول الى تشريعات او تعديلات تشريعيه وقانونيه تتواكب مع الظروف اللي المجتمعات بتمر بيها أو طبقا للتطور اللي بيحصل.